هذا. وصرح أيضا مختار بالخيثر أن الأهم هو تحقيقهم الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من المنافسة. الحمد لله لازم نديرو مشاريع، مكنديش راجل المقابلة ولا ليسونسيال المنتخب خلصت المقابلة هادو، بصح الحمد لله كيما شفت لاعبين كانوا جافو كثير، الفريق اللي بليك عاود ولا حتى فريق آخر، والنتاع تاعنا ما جاش في بعض الله كشفت، تعبنا حتى فريق آخر، ربحنا المقابلة هادي إن شاء الله نلعبو في النصف النهائي إن شاء الله. بيان سير كي تكون في القوة ماشي كيما تلعب بالك في الصغيرة، ماشي بالك كان حابب احنا ما خيبناش كيما رجال معاك كيما راجل معانا، ماشي كوا اللي فهمنا وكلش، ان شاء الله النية هي الصح، كنقولوا على النادي وقعدنا نقولوا ان شاء الله يجي ان شاء الله.